السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، ومع حصة أخرى من القراءة الشعرية، وهي تتحدث في هذه الحلقة عن تلميذ القرية وما يعانيه من برد وصقيع شديد، وخاصة في فصل الشتاء، وكذلك عندما يشتد حر الشمس. ونظرا لجسمه الضعيف فهو يقاوم ويصبر لكي يتعلم القراءة والكتابة والحساب دون كلل ولا ملل، ليس كأطفال اليوم الذين يتوفرون على كل الظروف الملائمة ومع ذلك يشتكون ويبكون. فهذه القصيدة تتحدث عن هذا النوع من التلاميذ، بارك الله فيهم وأعانهم. وهي تقول: تلميذ القرية. باكرا تراه باكرا يعدو، وأمر الفصل يشغله، صقيع البرد يلسعه، وحر الصيف يلفحه، شعاب الوادي تعرفه، وخبز الأمس مأكله، يئن بحمل محفظة بها كتب تعلمه، له أمل يراوده، غدا بالجد يدركه، وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه. وكاتب هذه القصيدة الشعرية هو الأستاذ علي أصقلي، بارك الله فيه وبارك الله في هذه الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومزيدا من الجد والعطاء.